اللي بنعمله ايه سيادتك ده يا فندم في الجندوف؟ خد بالك كده بننضفه احنا، يعني ده سيادتك بتشطفه؟ ايوه بننضفه. ولو في حاجه مش مظبوطه بتشيلها؟ بص اهو سيادتك اهو، فاهم سيادتك اهو. دي مثلا حاجه مكسره ايه بتشيلها؟ مش موضوع تكسير، موضوع بس تعمل الكلام. اعمل الكلام، اعمل الكلام. انا سامع يا ريس، كلنا سامعين، كلنا سامعين، كلنا سامعين. ماشي، اخبار. شوف الصدر ديت، بسم الله ما شاء الله، عطينا اهي. خد بالك يا فطبعا دي لو فتحت في الشوربه اخد بال سيادتك تترمى. الله، ترمى الشوربه كلها. ليه بقى؟ بتخليها سودة وفيها رمل. هو طبعا بيعمل حسوه، خد بالك يا، الحاجات دي كلها. وبعدين الواحد مثلا نفسه في بقلاويز، هياخد بقلاويز ومدمر نفسه؟ لا طبعا. الله يستر. طب انت بتعرف الوحشه ازاي يا فندم؟ انا بعرف، دي خبره. انا اصلا مش من هنا. انا من حته اسمها مصوب. بتتكلم كلام؟ سامع. كلام بتسجل؟ ايوه ايوه يا فندم. انا اصلا من عزبه البرج. رحت انا عزبه البرج في دمياط، اللي هي مدينة بعد دمياط قبل الصبار. فيها مدينه الصياده. وفيها مصنع تعليب اسماك، وفيها مصف، وفي مصنع تعليب اسماك. شوف اسمه ادفينا. بس ليه ما عادش موجود؟ لان الخامه بتاعته ايه، قلت شويه. وفي ستك بص قافل على فاضي، اخد بال سيادتك. دي نقطه. النقطه الثانيه تقول لك ان احنا بنعمل كده اهوت، وبنطلع كده وبعمل كده المنتج النظيف. ايوه انا بعمل كده، خد بالك، لما اكون مخرومه ولا حاجه او فاضيه بتديني ايه، صوت خوار، رنه معينه، رنه معينه. فانا بسمع الرنه ديت، اخد بال سيادتك، ده كده نظيف. تمام. ازاي بقى نسمع الرنه ديت وما نسمعش مثلا ايه رنات ثانيه؟ اهو انا سامع رنه وحشه، سامع رنه ايه؟ وحشه. رنه وحشه، يبقى المنتج ده. يبقى بص الحته اللي هي اتجت فيهم يبقى هي الوحشه. ايه خلاص، ايه استبعده، استبعد. يعني سيادتك ده المستبعد. ده الوحش. المستبعد. وده خد بالك ايه؟ النظيف. تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. انا مش سامع حاجه هنا. انا مش سامع حاجه ايه؟ حاجه هنا. بسم الله ما شاء الله. خد بال سيادتك. انا سامع حاجه هنا مش كويسه. بتشيلها. بس ايه ديت؟ اللي انا سامعه ده ما فيهوش طين. اللي انا سامعه ده مكسور. مكسور. حته مكسوره، فالمكسور بتعمل خوار فبرميها برضه. تمام. انا بطلع النظيف. يعني بسم الله ما شاء الله المنتج، المنتج على اعلى مستوى. اللي فيها. طبعا ده سيادتك ده ممكن بص شوف مكسوره ازاي؟ ايوه. بص بتعمل لي خوار. صوتها باين. صوت مش طبيعي. ايوه. وفينا حاجه، فينا حاجه برضه ايه، ما حدش برضه فاهمها. شوف كله شبه بعضه ازاي؟ تمام. بس بالفن، بالفن خد بالك، والخبره بتوضح ان دي خبره فاضيه. لا اله الا الله. ايه بتديني ايه؟ بتديني خوار. طب انا هستاذنك، افتح لي واحده ملانه سليمه. واحده ملانه؟ حاضر. واحده ملانه اهيت. شوف سيادتك، بص شوف، انا مش قادر افتحها، اتكسرت مني. مش قادر افتحها، اتكسرت مني. ده كائن بحري، ده كائن وغني بالفوسفور، وغني وغني بالفوسفور. نضيف فوسفور، فوسفور وكالسيوم وحديد وحراري. فوسفور وكالسيوم وحديد وحراري. ايوه يا فندم. نضيف اهي، اخد بال سيادتك. بسم الله ما شاء الله. نضيف اهي، بص سيادتك ده بقى سيادتك. ازاي سيادتك تعرف البقلاويز صح ولا مش صح؟ تمام. لو انت عملت البقلاويز او الجندفلي، او الجندفلي سليم ولا مش سليم؟ انت بتعمل كده اهو وبتسيب ضفرك اهو، دي سليمه قويه، قويه قويه، يعني طازه. طازه. ده لو فتح كده، لو فتح مثلا ايه زي ديت كده، ده احنا فتحناها اهي، يبقى كده خد بالك ماتت. يبقى كده ماتت، لان هو كائن حي. اللي هو كائن حي. خد بالك سيادتك، لو فشخ كده عند التاجر، خد بالك، يبقى بايظ. تمام. ما ينفعش. تمام. اخد بال سيادتك، انا اخده امتى؟ لما يكون قافل على نفسه وامسكه كده قد ايه، ايه قد ايه ماسك على ايدي قوي. ممكن قوته دي بتنعكس في تناوله، اللي بيتناوله بيستفاد. مش كده كمان. البقلاوز لازم يتاكل طازه، لازم يتاكل ايه، طازه. تمام. ما تاكلش طازه، نعمل في ايه؟ خد بال سيادتك، انا بعمل ايه؟ انا بنقضه، وبعد ما انقضه اغسله، وبعد ما اغسله انقعه 3 ساعات في ميه وملح. تمام. لازم يتنقع في ميه وملح 3 ساعات. ليه؟ لان الملح بيقضي على اي بكتيريا. لا مش موضوع بيقضي على البكتيريا، سيادتك ده فيه رمل في الامعاء. تمام. فانا بطلع اللي في الايه؟ الرمل اللي في الامعاء. ازاي بقى؟ تمام. انا بديله ميه، هو طلع من البحر، طلع من البحر. تمام. بل سيادتك مش لاقي حاجه يعملها، فانا طبعا انا بديله ميه بملح، بيحس ان هو رجع البحر تاني، فبروح مطلع ايه؟ الله، لا المعلومة حلوة. يعني انت بتدي له جو البحر. ايوه بدي له جو البحر، ذاك اليوم هو يشفط ميه حلوه ويدي، ويبخ ميه، ما بيشفط ميه، بيبخ ميه برمل وياخد ميه حلوه.
رمده من الفين. انت بتنظف ال انا بنظف في الامعاء المنتج عشان انا ما اعرفش حد في الجمهور في المنصوره في حاله بيعمل زي كده بفضل الله. واضح انت راجل ملتزم. انا اصلا صادم وخلول وصاد بقراويز عندنا في حته البحر اخد بال سيادتك. يعني ده انا اغلى واحد في المنصوره ما بقراويز. لا ومنتج نظيف. لا منتج نظيف اخد بال سيادتك. ايوه يا فندم. يعني انا كنت عايز اقول لك حاجه بس انت جيت بدري. ده خدت بالك لو احنا سيبناه مثلا شويه حضرتك ايه يعني. بص السيادتك دي قرب جدا قرب كده قرب كده. أيوه. شوف دي عامله ازاي. ايوه دي عامله ازاي اللي عملناه كده اهو اخد بالك. ها عشان المكسوره مش قادره ايه مش قادره تعمل اخد بالك. ماشي تعال بص كده. خارجه لسانها إيه؟ طالعه اهو بص. ايوه ايوه طالعه اهي هتسحبها هي الوقت ان شاء الله. ما تعضش. نعم يا استاذ. ازيك يا استاذ عبد اخد بال سيادتك. هو بيفتح في الميه وبتيجي جنبه كده اهوت هو إيه؟ بيفتح اسيا يروح ساحب نفسه. يروح ايه ساحب نفسه ليه. طبعا خدت بالك ايه ما هي كل كائن تحت. ايوه لا لا ده مش لا لا دي فتحه. كل كائن كل كائن ده مش جزء نفسه. من ان لا دي حته طالعه بره كده واخد بال سيادتك. يعني مثلا لو تعالى بص كده تعالى بص صور من الناحيه دي صور من الناحيه دي اهو بص فتح ازاي. ايوه ايوه فتح فتح ازاي اختبارك. بيحاول يفتح ايه بطيء جدا 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 واخد بالك. بطيء جدا جدا. احنا بقى انا بقى لو لمسته بص تعالى كده بس ايوه قفل قفل الثاني هي اخد بال سيادتك. قفل الثاني هي ما هو كائن حي. خطر كائن حي. انا بحس بخطر بيقفل على نفسه زي كل انسان كده. لو كل انسان اي ضرب له علشان يضربه هيدافع عن نفسه. تمام اخد بال سيادتك. فاي ما يحس بخطر بيقفل جاي بيقفل على نفسه بيحمي نفسه. فانت اما بتنقعه في ميه بملح ثلاث ساعات بتدي له جو البحر. بدي له جو البحر ياخد ميه ميه حلوه. ميه خد بالك نظيفه ميه حتى بس نظيفه اخد بال سيادتك. ويطلع اللي عنده. هو بقى ايه بيجدد بيجدد خدت بالك. بيجدد الاخذ والعطاء. لا طبعا هو يعني عايش في الرمل فليه خرطومين بيفرشهم على ظهر الارض في البحر ويشفط اي حاجه فطريات البحر اللي هي فطريات البحر كده كله بيعيش عليها اخد بال سيادتك كده. فلما يعملوا ميه وملح بيقوم هو ايه مطلع خرطوم ليه خرطومين كده بيطلعهم بياخد ميه خدت بالك نظيفه وبيدوا ميه برمل. لما يدي ميه برمل الرصيف دي بتنزل في ايه في تحت القعر العار الحاجه اللي كان فيها. ايوه خدت بال سيادتك. بعد كده انا بغسله وببيعه للناس لان انا اغلى واحد في المنصوره فببيع بقراويز علشان نظيف. تمام تمام منتج نظيف بسم الله ما شاء الله. لا مش الشكل ما عنديش انا الشكل انا اهم شيء التنظيف اللي في الامعاء. تمام تمام اهم شيء التنظيف اللي في ايه اللي في عشان الأمعاء. اللي يتناوله ياكله بالهنا أيوة. والشفاء. دي نقطه بقى. النقطه الثانيه خد بالك ايه في 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 في, 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 في التلفزيون بيجي الشيف بيقول لك ايه ده بلح. لا ده مش بلح. جميل جميل معلومه جميل. الشيف بيقول ايه ده بلح. ده مش بلح. يعني بيطلع ايه بيطلع الاسمر ده يقول لك الاسمر ده ايه الاسمر ده. ايوه يا فندم صورت انا الاسمر. أيوة. ده بيقول لك بلح البحر. لا ده مش بلح البحر. ده انت بلح. انت بتقول عايش أيوة. ده انت اللي بتصطاده يعني. أيوة. انت عايش ومتعايش معاه. بلح البحر سيادتك. هو اسمه بلح ليه علشان شبه البلح. تمام ده مش شبه البلح. ده مش شبه البلح. تمام. وده مش رفيع زي البلح. البلح سيادتك بيطلع من اسكندريه فقط بيطلع من الحجاره بلح البحر من اسكندريه. أيوة. اما انت المنتج ده انت جايبه من دمياط من خط القنال من دمياط. لا ده بيطلع لا بيطلع بعدين من دمياط. ده بيطلع من خط القنال. تمام من خط ايه قنال السويس. خط قنال السويس انت من اسمه اسماعيليه للسويس. تمام ده بيطلع منه. انما بلح البحر بس عشان المعلومه ديت عشان الناس مش عارفاها. أيوة. بلح البحر ده بيطلع من الحجاره من اسكندريه. من اسكندريه. من اسكندريه الحجاره. لا لا كده مش موجود في اي محافظه ثانيه الا من اسكندريه بس. بس انا ليه بقى؟ ليه بقى؟ مش عايز اقطع كلامك. ماشي. جميع المنتجات البحريه فيها اوميجا 3 وفيها انت بتقول الفوسفور فوسفور وكالسيوم وحديد وحراري واوميجا 3 دي كمان حاجه في... خد بال سيادتك. ماشي نرجع كلمه ثاني. بلح البحر يا جماعه هو اسمه بلح ليه؟ أيوة. ليه ما قلناش كمتريه؟ ليه ما قلناش مسخه؟ لان شبه البلح. ايوه لان شبه البلح اسما اسما وشكلا اسما وشكلا. بمعنى ايه؟ رفيع. شفت انت الحجاره حجاره القلم. تمام قدها مرتين كده بس رفيع وبني زي البلح. تمام وليه خط كمان يعني بلح زي خط تاني كدا. تاني أيوه. بلح البحر قول لنا مواصفاته تاني زي قلم الحجاره القلم زي قلم الحجاره كده بصور شويه ولها خط كمان زي بلح الزغلول. لها خط زي بلح الزغلول. تمام وهو رفيع كده مش عريض. ده البخروز اسمه ايه؟ ده اسمه عرايس. تمام اللي هو الفيديو ده اسمه عرايس اسمه بقلاويز او جندفل عرايس جندفل او بقلاويز عرايس عرايس. طب البلح ده برضو بيقول له قشره غير البلح. طبعا كل حاجه لها قشره. كل حاجه لها صدفه. الصدفه كل حاجه لها صدفه الصدفه. ايوه اللي هي بتحميه بيسموها ايه المحريات.